متابعينا الكرام، من مبادرة التعايش والوحدة والتسامح يسعدني ويشرفني أن ألتقي بالرائد خالد المزروعي. رمضان كريم عليك ويا مرحبا فيك. علينا وعليك يا أختي ميرة، وأمانة يعني أنت تبهرينا في كل مبادرة تكونين متواجدة، وهذه المبادرة ثالث مرة على التوالي أنت متواجدة معنا، جزاك الله ألف خير. وهذا شيء مو بغريب عليك، دائما في مبادرات اللي فيها العمل الإنساني واللي فيها الفئات اللي هي تستحق أن احنا نحتفي بها، خصوصا احنا في شرطة دبي سياستها أن نتعايش مع الجمهور ومع الجنسيات ومع المذاهب والديانات. هذا يعني توجه حكومي، واحنا قاعدين بقدر الامكان ان يعني نندمج ما بين المجتمع وما بين الجنسيات ما بين الزائرين، بحيث ان ننشر او نبعث السلام والتسامح والوحدة ما بين الشعوب، ونكون على ارض هذه الدولة يعني يمكن على نهج المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بنشر ثقافة التسامح ما بين الأجيال، وهذا الشيء اللي قاعدين نقوم فيه الحمد لله والشكر. هذا واجبنا أول شيء، وأنا اللي سعدت فيكم، أنتوا اللي أسعدتوني اليوم. جزاك الله ألف خير يا أختي ميرة. أنا حاضر. بأمانة يعني يمكن مش جهود شرطة دبي وبس، هذه جهود حكومة، جهود دولة، جهود قادة، جهود حكامنا، دائما يركزون على مسألة التسامح. لو تلاحظين يعني ما في دولة أتوقع أن يعني سمت عام للتسامح، وكل الدوائر والمؤسسات الحكومية تتسابق في يعني تطبيق هذا النهج الحكومي الذي أعلنته علنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره. فاليوم شرطة دبي أتوقعها أحد المؤسسات اللي قاعد تطبق هذا التوجه الحكومي. وبأمانة مبادرات شرطة دبي عديدة فيما يخص التسامح والتعايش، وسواء كان في المؤسسات العقابية أو سواء كان في التعامل من أفراد الشرطة مع الجمهور في مسائل المخالفات أو في مسائل القضايا أو في مسائل التعامل في تخليص خدمة معينة أو تقديم خدمات، سواء كان على مستوى مواطنين دولة الإمارات أو زائرين لدولة الإمارات أو يعني متعايشين في دولة الإمارات. فأنا أتوقع اليوم أن هذول الفئات لاقين بيئة تساعدهم وتوقف معاهم ويلقون تساهيل، وفي جمعيات ما شاء الله يعني الكل قايم بدوره في نشر ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب. نعم. طيب الكتيبات الموجودة في داخل المراكز التوقيف لأي مدى ممكن يستفاد منها الموجودين ويدخلون في دين الإسلام؟ هناك عدد كبير من المسلمين جدد موجودين داخل مراكز التوقيف. نعم. ماذا تقول؟ بالنسبة احنا نسميهم نزلاء المؤسسات العقابية، حتى مسماهم ما نسميهم مساجين، يعني هذا بحد ذاته يعني اثبات، لان احنا يمكن مسمياتنا الخدم مسحناه من قاموس دولة الامارات، ما في عندنا شيء اسمه خدم، فئات مساعدة. المساجين ما في شيء اسمه عندنا مساجين، سميناهم نزلاء المؤسسات العقابية. هذا اندل يدل على يعني اهتمامنا في الجانب الإنساني، واهتمامنا في الإنسان نفسه هذا له مشاعر وله حاسيس. أما بما يخص المؤسسات العقابية فأنا حضرت وعندي فكرة عن مبادراتهم العديدة فيما يخص النزلاء، في تهيئتهم وتأهيلهم والتعليم الموجود والمكتبات المتوفرة والخدمة الحسنة الموجودة. كل هذه الأمور تجعل في النزلاء أن ليش إحنا ما ندخل الإسلام، طالما الإسلام بهذه الطريقة، الإسلام فيه العفو وفيه التسامح وفيه المعاملة الطيبة، ليش ما نكون إحنا مسلمين؟ فأتوقع يعني كل الجهود اللي تحصل في المؤسسات العقابية كفيلة بأن تجعل من الأشخاص هؤلاء أو تحثهم إلى دخول الإسلام وتجربته. وفعلا اليوم إحنا نشوف العديد من المسلمين الجدد منبهرين بهذه الديانة، منبهرين بالتعامل المجتمع معهم، بتقبل المجتمع لجنسياتهم ولثقافتهم.
فهذه كلها جهود تحسب للمؤسسات العقابية، وهي أداة من أدوات إبراز دور التسامح في 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 هذه المؤسسة. نعم. طيب في بعض مراكز التوقيف في ساعات وقت فيها ضائع، ممكن نشوف لشرطة دبي مبادرات مثلا تسوي لهم فلرات توعية تثقيفية حسب حالاتهم حسب وجودهم، مثلا تحفزهم انهم لما يطلعون ما يرجعوا يسووا الاشياء اللي مسوينها، الانسان يخطئ. نعم نعم اختي ميرا، انا اتمنى يعني انك انت تزورين المؤسسات العقابيه وتشوفين كل شيء يعني امامك، من برامج تاهيليه، من برامج تدريبيه، من توعيه. احنا نتكلم عن التاهيل، نتكلم عن تاهيل انه يعني انه كيف يقدر يطلع من المكان هذا انسان شخص ثاني، يعني انه كيف يكون شخص صالح على ما نقوله. من الناحية الدينية والثقافية أعتقد في جهات اللي هي خدمة إسعاد المجتمع لها دور كبير في المؤسسات العقابية، في جمعيات لها دور كبير في المؤسسات العقابية، في أعمال أو رجال أعمال لهم دور كبير في المساهمة في إنهاء قضايا هالأشخاص الموجودين. أنا أقول لك يا أخت ميرا، المؤسسات العقابية فيها مبادرات عديدة يمكن العالم ما يعرف عنها شيء، يمكن الأمم المتحدة ما تعرف عن التعامل اللي تقوم فيه أو الإدارة المؤسسات العقابية، شو من الدور اللي تقوم فيه وشو من الأعمال اللي تقدمها لها النزلاء، خصوصا أن إذا ما نتكلم عن وقت الفراغ الموجود في المؤسسات العقابية ما أتوقع أن النزيل يقدر يلقى وقت فراغ في هذا المكان، لأن إحنا مخصصين لهم ورشة للنجارة، ورشة للصناعة، ورشة للميكانيكا، ورشة للألعاب الرياضية، من كل النواحي ومن كل الجهات. النزيل ما أعتقد أن يلقى وقت فراغ يقدر أن يقعد فيه بدون أي شيء. وبعدين لا تنسين أن إحنا فاتحين باب أن يقدر يستخدم هاي المنجرة ويصنع الشغلة ويبيعها ويكون له هو يعني عائد له هو، يعني وهو تخيلي في مؤسسة عقابية عليه حكم، لكن هو في نفس الوقت يقدر يعمل له مدخول هو في 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 هذه المؤسسة. فأتوقع يعني هذا الشيء إيجابي بالنسبة لإبراز دور الإمارات في كيفية التعامل مع هذه الفئات، ومنظمات حقوق الإنسان لو تدخل وتشوف هذه الأشياء بأمانة وبمزحة، يعني في بعض النزلاء يعني يتمنى أن يظل في 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 هذه المؤسسة، لأنه هو مؤسسة 5 نجوم. أنا يعني أؤكد لك على هالشيء. نعم. طيب كلمة حاب تقولها وشكر كعم تسمع. يعني أنا أتمنى أن الناس ما تأخذ العام هذا كأنه عام وانتهى التسامح فيه، لأن إحنا من ربينا ومن طلعنا على هذا على وجه الأرض وإحنا نسمع التسامح ونسمع العدالة ونسمع الحكومة شو تنصحنا إنه شو توجهنا وكيف نمثل يعني نمثل الحكومة في سواء في داخل الدولة أو في خارج الدولة. روح الـ يعني التسامح موجود فينا وبنورث لعيالنا. فأنا أتوقع أن هذا مش عام التسامح، إحنا يمكننا في عام زايد قلنا هالكلام، قلنا عام زايد مبهو في سنة واحدة. نعم. والسنة هاي عام التسامح مش سنة عام التسامح، إن شاء الله طول عمرنا وإحنا في تسامح إن شاء الله بإذن الله. نعم. الرائد خالد المزروعي شو يتمنى مسمى السنة الجديدة؟ والله أنت أحرجتيني. إذا أنا يعني وجهة نظري السنة الجاية يعني الحكومة ما خلتنا مسميات، لكن أنا أتوقع أن إلين السنة الجاية الحكومة بتطلع لك بمسمى ما يخطر ولا تقدرين تفكرين فيه، لكن من وجهة نظري أنا أقدر أقول الإنسانية. الله. الإنسانية إن شاء الله، لأن هي مترابطة بين زايد وبين التسامح وندخل على الإنسانية وإحنا مستمرين على هذا النهج. نعم صحيح. جزاكم الله ألف خير. شكرا لك. الله يسلمك. رمضان كريم. رائد خالد المزروعي شكرا لك.